رغم الانتقادات الشديدة اللي واجهها يوفا بعد نسخة 2016 بسبب لعب كأس الأمم الأوروبية ب 24 فريق، قرر الاتحاد القاري أنه يستمر بنفس النظام في نسخة 2020 واللي تأجلت لمدة سنة بسبب فيروس كورونا. بشكل طبيعي جداً، أول وتاني كل مجموعة من مجموعات البطولة الستة هيتأهلوا لدور ال 16، وتوالت المجموعات هيتم ترتيبهم في جدول منفصل، وأحسن أربعة منهم هيتأهلوا للدور التاني. وكعادة البطولات اللي بيتأهل فيها أحسن توالت لدور ال 16، دايماً بنتلخبط في مين هيلاعب مين في الدور التاني. كقاعدة عامة، أوائل المجموعات التانية والتالتة والخامسة والسادسة هما اللي هيواجهوا أفضل التوالت، وتصدرين بقية المجموعات اللي هي الأولى والرابعة هيواجهوا تواني المجموعتين التالتة والخامسة. أما وصيف المجموعة الأولى فهيلاعب وصيف المجموعة التانية، ووصيف المجموعة الرابعة هيلاعب وصيف المجموعة الخامسة. يفضل لنا كده أربع ماتشات في دور الستاشر. هيتحددوا إزاي؟ الاتحاد الأوروبي حط نظام بيحدد المواجهات دي بحسب الفرق المتأهلة للدور التاني كأفضل توالت جايين من أنهي مجموعة. يعني مثلاً لو اتأهل توالت مجموعات الأولى والتانية والتالتة والرابعة، أول المجموعة التانية هيلاعب تالت المجموعة الأولى، وأول المجموعة التالتة هيلاعب تالت المجموعة الرابعة، وأول الخامسة هيلاعب تالت التانية، وأول السادسة هيلاعب تالت التالتة. اتلخبط؟ جهز موبايلك وخد سكرين شوت للجدول ده عشان تعرف مين هيلاعب مين في دور الستاشر. بعد كده البطولة هتستمر بشكل طبيعي بنظام خروج المغلوب بالشكل ده لحد ما نوصل للماتش النهائي اللي هيكون يوم 11 يوليو في لندن.